بعد مرور عدة أيام على الزلزال الذي ضرب مدينة حلب، يعمل القائمون على مركز إيواء جامع النقطة والقسم التعليمي في مشهد الحسين بحلب على بذل جهود كبيرة وجبارة لخدمة الأهالي في المركز وتأمين كل ما يحتاجوه. نحن هون بالمركز التعليمي حاولنا نستقبل العالم اللاجئين بسبب الزلزال اللي ضرب حلب مع تأمين كافة احتياجاتهم اللي بنقدر نأمنها من منامي التدفئة. فتحنا الغرف استقبلنا فيها، عزلنا نساء أطفال عن الرجال، وحاولنا نأمن كل شيء بيحتاجوه الأطفال كمان من حليب وفوط ومواد صحية، أدوية. في عنا الحمد لله نقطة صحية قريبة، عم نحاول نأمن منها كل شيء بيحتاجوه. أهالي حلب الخيرين الكثيرين قدموا يد المساعدة بتأمين الثلاث وجبات طعام يومي، من تأمين البطانيات، الدشك، الكهرباء لمدة 24 ساعة، الحليب والحفوضات. نشكر كل من قدم يد المساعدة للأخوة المنكوبين في مدينة حلب، ونأمل أن يزال هذا الحصار الجائر على بلدنا الحبيب سوريا. نحن جايين لهم من منطقة بستان القصر بسبب الزلزال اللي صار بمدينة حلب، كثير ناس تضررت. بنتمنى انه يتقدم كافة خدمات الدعم لكل هالناس للي محتاجة، لأن في كثير ناس لهلا وضعها مو مستقر، في كثير ناس لهلا وضعها ما عم تقدر تأمل شيء، أكل لأولادها، أي شيء ممكن تقدروا تساعدوا فيه ساعدوا هالبلد، لأنه البلد هلا بحاجتكم. الأهالي المتواجدون عبروا عن شكرهم للقائمين على المركز على ما يقدمونه من تأمين الطعام والحاجات الأساسية لهم بشكل يومي. جهود كبيرة تقدم من قبل القائمين على مراكز الإيواء في محافظة حلب بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب الشهبة.